تحقيقاتي اللي كنتكلم يعني يعني عنده واحد الغيره على هذا القطاع هذا، وكاين في الحقيقه اللي ربما يمكن غير كيتكلموا صافي، ولكن حنايا الحمد لله واحد ما ينساش التاريخ ديالو وما ينساش يعني البدايه ديالو، ان بعض الاخوان هنايا والاخوات ما رجعوش النهار فاش جينا حنايا لهاد الغرفه اللي حنا لقينا الميزانيه ديالها ربما يمكن واش 29 مليون. اذا في ظرف يعني هاد المده هذه اللي هي يعني نصف ديال الولايه حنا كنجيو الحمد لله وكنلقاو ان راه الصناع والصانعات والعارضين يعني ما يفوق على 900 يعني عارض يعني استفدت من هاد المعارض هادو، ويعني والميزانيه اللي كانت دائما يعني كترسم لهاد سميتو من اجل هاد الغرض هذا يعني الحمد لله دارت. ورغم ذلك الحمد لله كنشوفوا بان حنايا كنشوفوا كيف ما كان الحال، لان باش كتعرف واحد مثلا في المجتمع ديالنا ربما فاسد ولا كذا، وهو ملي كتلقى ديما الجيوب ديالو مقطعين وما بقى عنده والو في جيبو، ولكن حنا الحمد لله يعني كنجيو دابا وكنلقاو ان راه عندنا واحد الرصيد اللي هو يعني 700 مليون. اذا هذا راه ماشي سهل، وكان انا كنفتخر يعني بهذا الرقم هذا، وكان انا كذلك كنشكر السيد الرئيس ان سمعنا ان كاين بعض الغرف اللي هي كانت كدار يعني على الترخيص يعني ديال بناء مقر ديالها تقريبا 3 سنين ولا 4 سنين، ورغم ذلك وما حصلاش على هذا الرخصه هذه، وحنا الحمد لله هذا المكتب هذا يعني استطاع باش يعني اعطاه هذا الترخيص هذا اللي هو يعني هذا المشروع هذا مهم بالنسبه لهاد الجهه ديال بلان وحنيفره. اذا هذا المقر هذا راه ماشي سهل، وحنا هو علاش يعني خدامين، وكنتمناو من الله سبحانه وتعالى باش يكون هذا المشروع هذا خارج الوجود، وكنطلبوا من السيد الرئيس يسرع يعني في هذه العمليه هذه اللي هي في الحقيقه حنا محتاجين ليها، لان حنا كنشوفوا دابا غير القاعه يمكن فيها ربما بالاختصار المهم راه كلشي راه باين اش بغيت نقول. وبغيت نزيد ناكد هي في الحقيقه الناس اللي كيتكلموا، انا عندي واحد السؤال للجميع، هذا ماشي غير للسيد الرئيس، واش كاينه شي حاجه اللي خصنا نديروها وما دارتش؟ هذه اللي بغيت نقول انا، واش كاينه شي حاجه محطوطه وخصنا نديروها بهاد الفلوس وما دارتش؟ حنا اللي بان لينا هو ان راه خدامين على المقر ديال الغرفه، والسيد رئيس الحكومه مشكورا ان ما تنساوش بان راه الجواب يعني ديال على هذا الترخيص هذا يمكن راه ما كملش تقريبا 25 يوم. اذا هنا الله يجزيكم بخير، وحنا الحمد لله كنا شرفاء لهنا جاو هذوك الناس اللي هما المهنيين اللي هما شرفاء قبل منا حنايا، اللي انا كنتكلم كاع يدي ضربات الماكينه كاع من دكدك ياك، وجا وصوتوا علينا حنا راه شرفاء، حنا راه شرفاء حنا كاملين. اذا السيد الرئيس حنا بالاختصار يعني عفا الله ما يتقال، ولكن انا كنشكر الجميع وكنشكر هذا الحضور اللي هو حنا شرفاء كاملين اللي حنا جينا الحمد لله وخلينا يعني المحلات ديالنا وخلينا الوقت ديالنا وجينا وعطينا من الوقت ديالنا وتكلمنا، وكنتحدى شي واحد واش كان شي اجتماع وحنا ما حاضرينش. هذه هي اللي بغيت ندير، لان دابا باش غادي نكون انا مثلا ما تنحضرش في اجتماعات ونجي دابا تنقول بان راه عندي القرحه ديالي صانع تقليدي، ربما يمكن انا في الحقيقه احسن ليا. اذا بلا ما نطول بزاف كنشكروا الجميع، وتنشكروا جميع الاخوان والاخوات الحاضرين، وكنشكروا بالاخص رجال الصحافه اللي هو الحمد لله يعني في الحقيقه يعني هذا العمل ديالنا هما اللي تيغربلوا كيبان يعني كل واحد تيبان اسميتو ديالو. والسلام عليكم ورحمه الله، وكنتمنوا باش عاوتاني مره اخرى نجيو وما نكونوش هكا ونكونوا يعني